السلام عليكم، معكم عمي يونس، سائق ديال الطاكسي، مزوج، عندي وليدات. بديت في هاد المهنة هادي سنة 2009، واللي بغى يدخل لعندي غادي يدير عمي يونس الطاكسيور في الفيسبوك، في اليوتيوب، في انستغرام، يلقاني. في الاول صراحة الله هاد الفكرة هادي كانت هي مجرد فكرة، كنت جالس انا وصاحبي راه رابور معروف يوسف 45، وكنا كنهضروا هذا. وصراحه الله حتى هو سبيسيال ديديكاس ليه من هذه الجريده ديال بيلا بريس، حيت هو من المساندين ديالي الرسميين. صراحه الله هو اللي دفعني باش ندير اصلا تلقانا. صراحه الله عمي يونس داير واحد الكونسيبت في الطاكسي، هو انني يعني كان انفيتي الروابا والمشاهير ديال مدينه فاس، ودازوا معايا روابا مشهورين، ودازوا معايا ممثلين، وغادي نحاول غادي نجبد سمياتهم. واللي نسيتو يسمح لي، داز معايا يوسف 45، داز معايا تي اف لو، داز معايا ام سي سنيك، داز معايا مغنيين ديال الواي واي، الشاب صمادي، تيمو الاسطوره، ومازال الحمد لله. دابا الحاجه الوحيده اللي ان شاء الله كنطلبوا من الله عز وجل هو انه يرفع علينا هذا الوباء. اما كاينين لي كونتاكت بزاف مع روابا يعني من خارج مدينه فاس. بالنسبه لهذا الكونسيبت هذا اللي داير انايا، يعني انني انا كان انفيتي روابا والمشاهير، يعني كيديروا معايا دويره في الطاكسي، فهمتي؟ ولا بلي بار بحال دابا، يعني ملي كيكون يعني مشهور ولا ارتيست مدينه فاس، يعني راه كيكون كيعرف المدينه، يعني كنديروا غير دويره خفيفه، نقدروا نمشيو قهوه ولا. ولكن ملي كيكون بحال دابا شي ارتيست يعني من مدينه وحده اخرى، مثلا من كازا، مراكش، اكادير، راه نورمال يعني غادي تمشي غادي توريه يعني بعض المآثر التاريخيه ديال مدينتك، ديال البرج الشمالي، البرج الجنوبي. تقدر بحال دابا نقدر كاع نحط طاكسي ونبدا ندير شي دويره انا وياه على رجلينا في المدينه القديمه، يعني ضروري ما كتعرفوا بالمدينه ديالك. حيت انايا واحد السيد اللي كنفتخر بمدينه فاس، حيت انا ولد هاد المدينه ووالديا وكل شيء، يعني ابا عن جد، يعني خلاقيت فيها، يعني راه كنفتخر بمدينتي، وفي نفس الوقت كنموت عليها، وفي نفس الوقت هذا الكونسيبت هذا درته غير باش نبين مدينه فاس. حيت دابا شنو وقع لفاس؟ فاس كل شيء دابا دا عليها واحد السمعه سيئه. فاس كل شيء تيقول لك يعني مدينه ديال الضرب والجرح، مدينه ديال السرقه. حنا بغينا نلمعوا ديك الصوره ديال فاس، حيت فاس راه كتبقى واحد العاصمه العلميه، وكتبقى مدينه ديال 12 القرن، راه ما ساهلاش، يعني راه عندها هاد المدينه عندها تاريخ طويل بزاف. الناس بداو كيجيو لعندي بزاف، ووليت الحمد لله كنتلقى عروض من مخرجين كبار، كيقولوا كيعرضوا عليا باش نكون معاهم ضيف شرف في الافلام ديالهم. وكنتمنى انا هاد القضيه كنولي نقولها المره الثانيه ولا الثالثه، كنتمنى من الله عز وجل اللي يرفع علينا هاد الوباء ديال هاد كوفيد 19 باش ترجع الامور كيف ما كانت، باش يشوفوا عمي يونس بالصوره اللي انا راني خدام عليها وباغي نكونها ان شاء الله في المستقبل. حيت راني مؤخرا شاركت في واحد الفيلم قصير مع صاحبي شاكر الفاسي، تلاح في القناه ديالو، يعني لعبت واحد الدور اللي دابا حاليا ان شاء الله غادي نكمل معاهم السلسله. وداك الدور لعبته، يعني لعبت معاهم واحد الفتره قصيره، ولكن هذيك الفتره هذيك لقات يعني هذاك الدور هذاك يعني لقى واحد الاقبال عند الجمهور، وكل شيء ولا يعني بحال اللي ولاو كيبغيوني نكون في الافلام القصيره. ومن هذا المنبر ومن هذه القناه ديال بيلا بريس، وتكون شي حاجه حصريه، يعني ان شاء الله باذن الله راني غادي نخدم واحد البروجي مع الفرقه ديال ايموراجين، وغادي تدوز ان شاء الله في رمضان. كنشكر المخرج والممثل المغربي دريس الروخ على الثقه ديالو اللي وضع فيا، وعلى السلسله اللي غادي يصور لي ديال تاكسيور تي في اللي غادي تكون فيها 30 حلقه. كنقول للجمهور المغربي تسنى ان شاء الله في رمضان. كنشكر صاحبي يوسف 45 على حسب الهديه اللي قدم لي لولدي، هو عباره على اغنيه على تراك، يعني كيعبر فيه على الحب ديال الاب مع الابن ديالو، وهديه لولدي موعد. وغادي نصوروا له كليب ان شاء الله، وغادي يتحط في الالبوم ديال ارقام، وما نعرف لا نحط الكواليس عندي انا ديال تصوير الكليب
شكر الأخت والفنانة القديرة فاطمة الزهراء القنبوع على اللي لبات لي الدعوة وجات لعندي وطلقاتني، كنشكرها بزاف. وتا هي راه عندها ما تقول، وان شاء الله غادي تشوفوها في سلسلات وفي في 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 أشرطة سينمائية كبيرة. وكنشكر الأستاذ القدير والفنان الكبير أحمد الناجي تا هو على الاستضافة ديالو، وعلى يعني كان لي شرف انني نوقف قدامه ونهضر معاه وندير معاه انترفيو، حيت هذا كيتعتبر يعني هرم سينمائي كبير. وكنشكر جميع الفنانين وجميع المخرجين وجميع المغاربه اللي كيتثقوا في عمي يونس وكيدعموا وكيتابوناو معاه، كنشكرهم. وكنشكر الزوجه ديالي على التضحيه اللي كدير معايا، كنشكرها بزاف. وكلمه اخيره بغيت نقول واحد القضيه يعني للشباب المغربي والشباب الفاسي يعني والانسان ككل، اي واحد عنده شي فكره يثق فيها، اللي يعني عنده شي فكره يثق فيها ويطبقها ويحاول يطبقها، ولا ما نجحتلوش على المره الاولى راه حتى شي حاجه ما كتنجح على المره الاولى، يعاودها المره الثانيه المره الثالثه حتى تصدق له. والمشكله الكبيره هي انه ما يبقاش بنادم غير كريتيكي وغيحضي بنادم ويتبع بنادم، يدير شي حاجه حتى هو اللي تسمى عليها راه كاين. وكنصح الشباب الفاسي انهم يبعدوا من اقراص الهلواسه ويبعدوا على يعني على السرقه وعلى الكريساج، ويخدموا على راسهم ويحاولوا يلمعوا الصوره ديال مدينه فاس، حيت فاس تستحق الافضل. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.